عقد مجلس أمناء كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس المجلس، وذلك بتقنية الاتصال المرئي عن بعد بمشاركة أعضاء المجلس وعدد من المختصين. وفي بداية الاجتماع أشاد الحضور بتكرم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإصدار أمره الملكي السامي بإنشاء كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية، والتي تعتبر إنجازا كبيرا سوف يخدم المسيرة التعليمية في مملكة البحرين، كما أنها تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة صاحب الإنجازات على الصعيدين الإسلامي والإنساني. وخلال الاجتماع قام مجلس الأمناء باختيار الشيخ الدكتور عبد اللطيف محمود المحمود نائبا لرئيس المجلس، كما اطلع المجلس على عرض حول سير العمل بالكلية وأقسامها والتخصصات التي توفرها والإجراءات التي اتخذت لقبول الطلبة فيها والجهود المبذولة لإتمام الدراسة بنجاح خلال فترة جائحة كورونا كوفيد-19، وعرض حول تصميم المبنى الجديد للكلية وما يشمله من أقسام وقاعات دراسية وتدريبية ومرافق متعددة، حيث أبدى المجلس تقديره لما بذل في هذا المجال. وطلع المجلس على الخطة الدراسية للسنتين الأولى والثانية وما تشمله من مقررات دراسية وساعات معتمدة، وبحث المجلس مشروعي لائحة أعضاء هيئة التدريس ولائحة المخالفات المسلكية للطلبة، وقرر استمرار دراسة هذه المشاريع إلى الاجتماع القادم. وعرب المجلس عن تقديره للمجلس الأعلى للقضاء على مبادرته في دعم البرامج التدريبية لطلبة الكلية والجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم في تأسيس وتشغيل هذه الكلية في الفترة الماضية، مشيدا بتعاون إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية ودعمهما للكلية ولبرامجها. عقد مجلس أمناء كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية اجتماعا استعدادا لبداية العام الدراسي في هذه الكلية المتميزة، والتي جاءت بمكرمة من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث يؤكد جلالته دائما في كل المواقف على دعمه للمسيرة التعليمية في كافة مراحلها. وناقش المجلس اليوم كثير من الأمور التي طرحت على جدول الأعمال، سواء مبنى الكلية الجديد والخطة الدراسية. في الواقع أن هذه الكلية سوف تكون علامة مميزة في تاريخ التعليم في مملكة البحرين، فعلى ضوء التوجيهات الملكية السامية بإطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة على هذه الكلية، تأكيدا على تقدير جلالته والمجتمع البحريني بشكل عام لجهود المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة. في الواقع هذه الكلية ضمن خطتها الدراسية سواء للسنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، تهتم اهتماما كليا بالطالب من حيث الجانب الأكاديمي أو الجانب التدريبي، وهذه ميزة لهذه الكلية على الصعيد العالم الإسلامي، فهي تهتم بأن يكون الطالب ملما أكاديميا وتدريبيا بحيث يكتسب الخبرة اللازمة عندما ينتقل إلى مراحل الحياة العملية، فهي تهتم بالجانب القضاء الشرعي وكذلك الدعوة والإرشاد وأيضا الصيرفة الإسلامية. هذا التنوع وهذا الجانب التدريبي أعطى لهذه الكلية تميزا سوف تسير عليه لمراحل متقدمة وتكون علامة مضيئة في مسيرة التعليم في مملكة البحرين.